نعمل ميلك شيك بالكراميل، حلو جدا وبسيط وسهل ومش هياخد وقت خالص، كل المكونات فوق بعض. طيب انا هشتغل عشان الوقت وهقول لكم المقادير وانا شغال. معايا كوبايتين من ايس كريم الفانيليا، تمام، ناخد ده كده حوالي مثلا 6 معالق كبيره اهو، يا رب ما يكونش جامد قوي. لا حلو اهو، ناخد كده. لا ده انا واكله فطيره، مفيش صحه ولا ايه؟ اهو ناخد كده، نطلعوه من قبل ما تشتغلوا بشويه عشان ما يزهقكوش وانتوا بتاخدوه اهو. يلا بينا. ممكن طبعا اشيل بقى الكراميل ده واحط مثلا فراوله، احط فانيليا سايله مع فانيليا بودره، براحتكم على حسب اللي انتوا حابينه او الطعم اللي انتوا نفسكم تشربوه. كده الايس كريم عندي تمام. هاخد الحليب وانا حاطه فيه تاتش قرفه كده بسيط اهو، يكون ساقع. لو كمان عندكم شويه تلج هيبقى افضل، احلى واحلى. سكر بني بيدي طعم حلو جدا، لو مش عندكم خلاص ممكن تستغنوا عنه، ما تحطوش سكر بني، حتى لو حطيته ما تزودوش لان عندي صوص كراميل، فعشان الموضوع ما يبقاش سكر زياده. وادي صوص الكراميل ورشه بسيطه من القرفه. بصوا نسمه قرفه كده تديني ريحه وطعم حلو. بس نضرب بقى كله مع بعض. اتفرجوا انتوا على اللون، هتلاقوا اللون ابتدى يتغير وابتدى السكر يدوب، ممكن ما يدوبش بصوره كامله بس هيدي قرمشه حلوه كده واحنا بنشرب. يبقى كده فاضل عندي ايه؟ خلاص هو كده اتضرب تمام. هاخد بقى شويه من صوص الكراميل ده واعمل ايه؟ اي شكل بقى، اي حاجه تديني بس شكل حلو. يلا بينا، هصب الميلك شيك دلوقتي على طول وده يتعمل ويتشرب، ما يتركنش اهو. ضربه كمان ويبقى عندي جاهز. تعالوا بقى نصبه. يلا بينا اهو، يلا بينا. بصوا بقى القوام بتاعه خطير اهو، بصوا الجمال اهو. تعالوا بقى نصب التاني مع بعض.